السلام عليكم. هنتكلم في حلقتنا النهارده ان شاء الله عن حصيلتي من المسلسلات التركيه. طبعا انا يعني فاتح القناه دي تقريبا من سنه ونص، سنه وسبع شهور كده يعني، وكان اول حلقه فيها عن مسلسل الحفره. طبعا انا زي ما قلت يعني قلت الكلام ده في حلقات كتيره وقلت لكم في اللايفات، وفي ناس كتير عارفه الموضوع ده. انا تقريبا داخل دلوقتي مثلا في 800 مسلسل متنوع. ده شغفي اصلا، شغفي هو المسلسلات والسينما والدراما والحاجات دي كلها. انا منغمس فيه بقالي تقريبا 9 سنين او 10 سنين كمان. زي ما قلت شفت اكتر من داخل في 800 مسلسل. حصلت التركي منه قليله نوعا ما، ولكن يعني ايه مشكله خبره كبيره، وخصوصا ان انا على مدار السنه ونص دي تقريبا انغمست في التركي قوي. فانا هقول لكم دلوقتي قائمه المسلسلات التركيه اللي انا شفتها. القائمه فهتبقى يعني الحلقه كده هتبقى منقسمه لاجزاء بالظبط، يعني اربع اجزاء. اول جزء المسلسلات التركيه اللي انا شفتها وانتهت، وتاني جزء المسلسلات التركيه اللي انا شفتها ولسه مكمله لها موسم تاني، وتالت جزء المسلسلات التركيه اللي انا ما كملتهاش، والمسلسل الرابع جزء والاخير هيبقى المسلسلات التركيه الصيفيه اللي انا بشوفها حاليا، وان انا ان شاء الله على مدار شهور الصيف هعمل لها حلقات مراجعه. فهنبدا مع بعض بالمسلسلات التركيه اللي انا شفتها وانتهت خلاص، وطبعا على راس القائمه هي مسلسل الحفره. المسلسل اللي اتاثرت بيه بشكل كبير جدا، وزي ما قلت هو تقريبا واخد نقدر نقول 50% من فيديوهات القناه، فانا عامل اكتر من 500 حلقه على القناه هنا، منهم تقريبا 250 للحفره. المسلسل ده انا اتعلقت بيه بشكل كبير جدا، اتعلقت يعني وده واضح من الحلقات زي ما قلت، وطبعا ده اللي شهرني معاكم. يعني ده معظم المتابعين اللي تابعوني او نقدر نقول 80% من متابعين القناه عرفوني عن طريق مسلسل الحفره، لان زي ما قلت انغمست فيه بشكل كبير جدا، اتأثرت بيه جدا زي ما انتوا اتأثرتوا بيه، ومن احسن المسلسلات اللي انا شفتها، فهو دخل في قائمه مسلسلاتي المفضله، ودي حاجه صعب جدا تحصل. فتقريبا على مدار زي ما قلت 9 سنين او 15 مسلسل مع اضافه مسلسل الحفره، وده انا هعمل عنه حلقه هتنزل برده بكره او النهارده حسب وقت الحلقه اما نشوف، ولكن المسلسل ده يبقى من المسلسل المفضلات بالنسبه لي. ده حاجه كبيره جدا لانه مسلسل بالفعل يستاهل، فهو اقل ما يقال عنه انه اسطوري، تحفه فنيه. طبعا لو حابب تحليل مسلسل الحفره يعني هتلاقي في بلاي ليست موجوده هنا، الحفره فيها اكتر من 200 او 250 حلقه عن مسلسل الحفره باكمله يعني، ولسه ان شاء الله برضو مكملين في حسب طلباتكم. المسلسل معايا في قائمتنا النهارده هو مسلسل في الداخل. طبعا ده كانت بدايه معرفتي باراس بلوت انيميلي، فانا شفت مسلسل في الداخل كانت عجبني القصه، ما كنتش لسه بدات في اجواء التركي قوي يعني، هقول لكم بقى بدايتي مع التركي في المسلسلات اللي جايه، ولكن كنت خلاص شفت مسلسل في الداخل فعجبني جدا. عجبني تمثيل اراس بشكل كبير جدا، تأثرت بيه خصوصا في الدور اللي هو المشاهد الحزن، واللي هو في لحظه بيتحول من ضحك والحزن والبكاء بتاعه، حاجه كانت روعه. فده اللي لفت انتباهي من مسلسل الحفره، لما شفت ان البطل هو اراس قلت اكيد دي حاجه تبقى اسطوريه لان هو اداؤه رائع جدا. فاتفرجت منه يعني من خلال في الداخل شفت الحفره، ولكن في الداخل من المسلسلات الرائعه الاسطوريه ومن احسن المسلسلات التركيه اللي انت ممكن تشوفها، ولو انت ما شفتوش فلازم تشوف المسلسل ده، هو من موسم واحد يعني. ثالث مسلسل وهو يعتبر حاله لان هو اتاثرنا بيه جدا برضو، او اتاثرت بيه جدا ويعني حبيت الاجواء العائليه اللي فيه، هو مسلسل حكايه، وبيتكلم بقى عن معاناه عيله، فالاخت الكبيره اللي بتمسك زمام امور عيلتها، وانها خلاص بقى ايه مسؤول عن كل العيله واخواتها، وبتكافح في السبيل ده، اللي بتقابل واحد بتحبه والواحد ده بيطلع وراه بلاوي ومصايب والرحله دي كلها بقى. مسلسل حلو جدا، ولكن للاسف انتهى بسبب ان هزال اللي هي الممثله الرئيسيه فيه البطله يعني كانت حملت وخلاص وانهوا المسلسل، بس النهايه بتاعته كانت كويسه جدا، فالمسلسل ده انا بنصح بيه جدا. المسلسل الرابع معانا هو حب اعمى، يعني حب اعمى كان باين من الاول ان هو بقى ايه جو تلزيق بقى ومحن ورومانسيه، ولكن بعد ما اتفرجت على المسلسل اكتشفت ان هو غير كده خالص. مسلسل رائع، شخصية أمير فيه أنا حبيت الشخصية دي جدا، اتأثرت بيها جدا مع كمال، مع يعني بص لا بصراحة المسلسل تحفة، ما يحسبش إن هو مسلسل صيفي، لا ده هو مسلسل أنا والله ما فاكر بصراحة كان نزل في الصيف ولا في الخريف، بس أظن إن هو في الخريف، لكنه مسلسل كان مسلسل برضه حلو جدا، ومن يعني لا مسلسل تحفة بصراحة برضه أنصح بيه. المسلسل الخامس معانا هو مسلسل حب الإيجار، ده بقى كان مسلسل يعني صيفي بقى وجو كده، ولكن كان لطيف برضه وشفته. بعد كده مسلسل معانا حب أبيض وأسود، وهنا بقى
المسلسل يعني ايه بين البنين، يعني هو بالفعل ابيض واسود، يعني الجميله والوحش زي ما بيقولوا بقى، ان واحده ملهاش في اي حاجه طيبه بتحب واحد قاسي من يعني قاتل بقى ايا يعني كان. فرحله التحول بقى برضه مسلسل حلو جدا وبنصح بيه. المسلسل السابع معانا في قائمتنا هو برائحه الفراوله، وده مسلسل برضه صيفي كده كان اجواءه حلوه وماشي حاله برضه. المسلسل اللي بعد كده ما اظنش ان ما فيش حد ما شافوش، يعني اظن ان كلنا شفناه، فهو العشق الممنوع ده يعني سمر ومهند، اظن ده اللي شهر الممثلين، يعني ده الثلاث ابطال بتوعه شهره بعد المسلسل ده بينسد يعني كفانش يعني دول اتشهروا بيه وهزال برضه. فيعني المسلسل كان تحفه، واظن زي ما قلت كده مفيش حد ما اتفرجش عليه، كلنا اتفرجنا على المسلسل ده. المسلسل اللي بعد كده هو مسلسل مارالد، ويعني اراس بولوت مع هزال، يعني الاثنين ممثلين انا بتمنى اشوف القابل ده في مسلسلات قادمه، ولكن كمسلسل صيفي خفيف كده حلو برضه تمام. يعني المسلسل اللي بعد كده في السراء والضراء، وده اظن المسلسل مكمل، شفت منه 5 أو 6 حلقات وبعد تالي هو ده بس وبطلوا وقف، يعني وقفوه بعد كده. كان نزل في الموسم برضه في بدايه الموسم وتوقف زي ما قلت، ولكن كان مسلسل بدل حلو كده حاجه خفيفه برضه. الطائر المبكر، طبعا المسلسل ده برضه عمل حاله كويسه واتشهر ما بين الناس واتشهر ما بين يعني لانه كان مسلسل خفيف برضه وتمام، يعني برضه يعني انا شفته بس ما يعني انصح بيه ما انصحش بيه بقى حسب ذوقك الشخصي. يعني بعد كده الحب لا يفهم بالكلام، وبرضه يعني كان مسلسل حلو عجبني برضه وتاثرت بيه برضه شفته كامل واديت انه خلص. المسلسل اللي بعد كده وده اخر واحد معانا في القايمه دي، ده على ما اذكر يعني هم 13 مسلسل في القايمه دي، بس ممكن اكون فوتت حاجات لان هم كتير زي ما قلت مسلسلات كتيره، فانا قعدت عمال ما جمعتهم اصلا خدت مجهود. وهو مسلسل نبضات قلب وهو مسلسل طبي ولكن اجواءه حلوه برضه. دي كانت قايمه المسلسلات التركيه اللي انا شفتها وانتهت. هندخل على قايمه المسلسلات التركيه اللي انا شفتها وليها موسم تاني، وهو مسلسل نهضه السلاجقه وهو مسلسل المنظمه. دول انا شفتهم بس ما عملتش تحليل لاخر المنظمه اللي ان شاء الله هعمل عنه حلقه، يعني تحليل للموسم الاول كامل، ولكن المسلسلين تحفه بصراحه، بالاخص نهضه السلاجقه لان انا من محبي الجو الحربي، فانا بحب المسلسلات الحربيه بشكل كبير جدا، ونهضه السلاجقه كان عالي جدا. اللي الموسم الجاي هيبقى طبعا كنا زي ما كلنا عارفين هيبقى نهضه قلب ارسلان اللي هيبقى ماشي بدور الرئيسي بتاعه هو ارش ارتوتش، فالمسلسل انا منتظره بشكل كبير جدا. هندخل بقى على ثالث قائمه معانا هو المسلسلات اللي انا ما كملتهاش، وهم دول بقى يعني مسلسل اول واحد فيهم ده ما تقلقوش انا هتفرج على باقي الحلقات فيه وهكمله، وان شاء الله قبل عرض الحلقه الاخيره منه هكون انا حللت فيه حلقتين على الاقل كمان. هو مسلسل مرعش، انا كنت ماشي فيه كل اتنين، ولكن لما دخلنا في الحفره مع رمضان الواحد وقته كان ضيق جدا، فللاسف فوتت منه حلقات كتيره، ولكن زي ما قلت اوعدكم باذن الله على اخر الاسبوع ده اكون منزل حلقه عنه على الحلقات اللي فاتت وهلحقه فيه باذن الله. المسلسل هو علي رضا، ومسلسل علي رضا انا ما شفتوش لان هو كان اتلغى، اخبار ان هو اتلغى، فانا اديت الاولويه للمسلسلات اللي هي مش ملغيه، ولكن برضه هعمل عنه حلقه تحليل للموسم كامل كله. المسلسل الثالث معانا في قائمتنا هو مسلسل ايزيل، جالي بترشيح من صديقنا في القناه هنا نزار برضو وحابب اشكره، شفت منه حلقتين ولكن هكمله لانه من الواضح ان هو مسلسل حلو وناس كتير بتشكر فيه، فده انا هكمله اكيد هعمل عنه حلقه تحليليه كامله باذن الله. المسلسل الرابع هو مسلسل ارطغرل، وده انا شفت منه تقريبا موسم او موسم ونص وهكمله برضو عشان قيامه عثمان كلكم طالبينها مني في الموسم الجاي. بس ده كده قائمه المسلسلات اللي انا ما كملتهاش. هنيجي بقى لقائمه المسلسلات الصيفيه اللي انا لحد دلوقتي بشوفها لحد عرض الحلقه دي، بشوفها هم مسلسلين اسقف زجاجيه ومسلسل حكايه الجزيره. المسلسلين صيفيين انا مكمل معاهم ان شاء الله طول الصيف باذن الله، وهنزل عنهم تحليل باذن الله برضه في انتظار باقي المسلسلات الصيفيه اللي هشوف منها حلقات ونشوف هل عايزينها ولا لا، وهعمل لكم عنها حلقات باذن الله. ولكن بقى مسلسلات الموسم الجاي حسب ما يعلنهم، فانا اكيد هعمل مسلسل اراس، هعمل مسلسل لو شدائي لصوجي، ايا كان المسلسلات الكبيره هعمل عنها تحليل باذن الله مع بعض في القناه. بس انا حبيت اعمل الحلقه دي لانها طلبت مني كتير، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه، ويا ريت لو تقولوا لي المسلسلات التركيه المفضله بالنسبه لكم ايه في الكومنتات، ويا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.